استعنا البافاري بي ام دبليو بتاريخ كثير مهم بعالم السيارات، وله الفضل من خلال انتاج عدد كبير من الطرازات اللي تعتبر محببه بالنسبه لفئه كبيره من الناس. واجمالا كل سياراته بتتميز بالفخامه، بتتميز بتجربه القياده الحلوه اللي بتامنها، مستوى الجوده العالي، وكمان التصاميم الخارجيه الحلوه بس. ولكن في انجاز كثير مهم بيتسجل كمان للصانع البافاري بي ام دبليو، هالانجاز هو انه خلال بدايه القرن الحالي عاد اطلاق علامه ميني التجاريه بس، ولكن بشكل مختلف جذريا عن الصوره الاساسيه اللي ظهرت فيها هذه السياره خلال القرن الماضي. ميني اللي دائما كانت هي السياره اللي مثل ما بدل اسمها ميني، يعني صغيره جدا، وكمان كانت السياره الاقتصاديه، الخيار الاقتصادي للمواطن البريطاني اللي اذا بدكم على طرف النقيض مع العلامة التجارية الأفخم بالعالم رولز رويس، كمان هي من إنتاج بريطانيا. وكمان المفارقة الحلوة إنه هالسيارتين هدول اثنيناتهم بينضوا تحت مجموعة بي ام دبليو. مع رولز رويس بي ام دبليو يمكن خلتها تكون أحسن، خلتها تكون عندها اعتمادية أكثر، استفادت يمكن من الأموال اللي عندها إياها بي ام دبليو لتطور سياراتها أكثر، ولتستفيد كمان من المكونات اللي بتنتجها بي ام دبليو، لا تكون عندها حضور مهم على الطريق بس. ولكن رولز رويس طول عمرها هي مثال للفخامة على الطريق، بي ام دبليو ما قدرت كثير يمكن تضيف بهذا المجال على الصعيد الشخصية مثل ما عملت مع ميني. ميني حولتها من وسيلة نقل اقتصادية مخصصة لذوي الدخل المحدود ضمن الشعب يمكن البريطاني لسيارة شبابية ما بيخجل الشخص انه يكون على متنها او انه يكون بيمتلكها، لا بالعكس بيفتخر انه يكون على متنها وانه بيمتلكها، لانه هذه السيارة صارت بتعكس، او سيارات ميني بشكل عام صارت بتعكس وضعية راقية، وضعية الشخص يلي بحب الحياة وبحب كل شيء مميز بالحياة وبحب الاناقة وبحب كمان عنده كرياتيفيتي، عنده قدرة ابتكار كتير عالية، عنده شخصية شبابية محببة. سيارات ميني ابدا بطلت ميني، لا بحجمها ولا باهميتها لا بالسوق ولا بوجدان عشاقها واللي بحبوها. بالاضافة لطراز كونتري مان متوفر كمان فئة مزودة بخمس ابواب من طراز الهاتشباك الاساسي عندها، هيدي الفئة اللي نحن عم نختبرها اليوم بالفئة كوبر اس، يلي كمان بتضيف لسيارات الهاتشباك او روحية سيارات الهاتشباك المساحة رحب اكثر، بتتسع لعائلة كاملة. خيار الخمس ابواب من طراز الهاتشباك من ميني صار بأمن كل بحاجة له بسيارة هاتشباك عائلية، مع كمان الروح الرياضية الحلوة اللي تمتع فيها سيارات ميني والشعور العالي بالمتينة بتمن، يعني كل القيم اللي صارت تتمتع فيها سيارات ميني ضمنتها ضمن فئة هاتشباك مع مستويات رحابة أكبر بالفئة هاتشباك خمس أبواب اللي عم نختبرها نحن اليوم. هذه السيارة صارت تتمتع بكل الحاجة له لأنه تنافس بالأسواق وتنافس بكل قوة بالسوق الأصعب، أو إذا بدكم بالفئة الأصعب، فئة الهاتشباك العائلية اللي عندها روح رياضية كتير عالية. على الصعيد الميكانيكي ميني كوبر اس اللي عم نختبرها نحن اليوم بتجي مجهزه بمحرك من 4 اسطوانات 9.2 لتر بولد قوه 178 حصان، واكيد هالمحرك بيستفيد من نظام شحن هواء توربو بامن له حزم كثير عالي على مختلف نطاق دوران المحرك، وهذا الشيء كمان بالاضافه للمقومات الميكانيكيه الاخرى بالسياره بخلي السياره تتمتع بتجربه قياده رياضيه مثيره وقدره عاليه على التماسك. بتلاقيها كمان مستويات الجودة العالية تمتع فيها هذه السيارة والشعور العام بالمتانة. بالختام، ورغم سعر اللي يمكن يعتبر مرتفع بعض الشيء بالأسواق، إلا أنه ميني بفئة الخمس أبواب تعتبر سيارة متكاملة مثل جميع سيارات ميني، فهي بتتمتع بالعديد من المواصفات الكريمة وأهمهم الشخصية المميزة على الطريق.